سنتحدث الآن طاهر عن تزايد الطلب على السيارات الكهربائية الذي ربما يقود العالم نحو تقنيات خطيرة تشكل تحديات بيئية وصحية. نتحدث عن معدن النيكل المكون المهم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. إندونيسيا هي أكبر منتج له عالميا وتحظر تصديره بشكله الخام للمعالجة في الخارج. بدأ قبل أعوام في إندونيسيا استخدام تقنية تكرير خام النيكل عبر دمجه مع حمض الكبريت تحت ضغط وحرارة مرتفعين لإنتاج نيكل عالي الجودة. عملية الترشيح أو التكرير هذه تنتج حوالي 20 طنا من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من النيكل، وهو ضعف الكمية المنبعثة بطرق المعالجة التقليدية وفق لوكالة الطاقة الدولية. ولكن على الرغم من التعهدات الرسمية بالحد من انبعاثات الكربون، وافقت الحكومة الإندونيسية على بناء محطات طاقة تعمل بالفحم لدعم معالجة النيكل لصناعة السيارات الكهربائية. طبعا إنتاج النيكل في إندونيسيا سجل رقما قياسيا بلغ 1 مليون طن متري قبل عامين، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج بحلول عام 2028 إلى 2,500,000 طن متري سنويا. في الجانب الاقتصادي أيضا، إندونيسيا هي مصدر رئيسي لنسبة كبيرة من النيكل المستخدم في بطاريات سيارات شركات مثل تسلا وهيونداي وفورد، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب بحلول عام 2030 بنسبة 52%. أيضا بدأت عدة شركات تستثمر في المصانع الإندونيسية بعدما أعلنت شركة كاتل الصينية وشركة LG الكورية الجنوبية، وهما من أكبر مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، افتتاح مصانع في إندونيسيا قريبا. بقيت معلومة مهمة هي حجم ما يخلفه مصنع إندونيسيا من مواد سامة يبلغ 4 ملايين طن متري سنويا، ما يكفي لملء 1667 حوض سباحة أولمبي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.